صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناة اختكم ريتاج، ونورتوني بزيارتكم. اهلا بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بالنسبة لأول مرة زوروا قناتي، مرحبا بكم والف مرحبا، نورتوني بزيارتكم. لكن اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اهلا بكم. جبت لكم هذا المعجون نصيحة لوجه الله، معجون رائع رائع بالنسبة لي عني من الاصفرار الاسنان والتهابات في اللثة. عليكم بهذا المعجون، والله مشي زعما ندير فيديو وخلاص، لا، هذه نصيحة لوجه الله. وشت في اليوتيوب ما كانش فيديوهات بزاف، يعني قليل، يتعدوا كما نقولوها على الصبع حوالي 3 فيديوهات ولا 4 فيديوهات على دينيفيت، قليل بزاف، يعني كأنها مشي معروفة. دينيفيت كأنها مشي معروفة، مش حاطين عليها فيديوهات، ما تبان لي ما يستعملوهاش بزاف، ما على باليش صراحة، ما لقيتش فيديوهات تاعها بزاف. يعني كتبت دينيفيت بصح ما خرجوليش الفيديوهات بزاف، قلت نحط عليها هذه وشحال هو يستعملها سنوات، ويستعملها الزوج تاعي. طول يتكلم لي على دينيفيت، دينيفيت يقول لي طول مليحة، يعني يستعملها ويقول لي مليحة، ودينيفيت ساعد لي اللثة تاعي، وانا ماشي دايرة بالي ليها نهائيا، ما استعملتهاش انا صراحة، ما جربتهاش نهائيا. هو طول يشريها يستعملها، بصح انا ما جربتهاش. انا استعمل دونتي فريز العادية، اكوا فريش، والله نستعمل كارياكس، هاني وريتها لكم في الفيديوهات، كنت تروحوا تشوفوها تلقاو كارياكس. كارياكس رائع، الصنع في اسبانيا، هي ثاني رائع. هذه كارياكس تبيض الاسنان، استعملها انا مره على مره. ليسونسيال الفيديو تاعها كاين في القناه، اللي يحب يشوف كارياكس، اللي يحب يشريها يشوفها في الفيديوهات. في حطتها انا في قوائم التشغيل مع مواد تجميل، تلقاو كارياكس. قلت لكم هذه ديفينيت، والله كل مره هذا الفتره برك يعني كنت نسيتها، وكي شراها غير دوكا جديده. مادام قلت الباكين تاعها هاو كاين، ندير عليها فيديو قبل ما نرميه، نحط عليها فيديو. قلت لكم هو يغسل بها ديما، يشكر فيها ويقول لي ديفينيت تساعدني مليحه لتبييض الاسنان، تريق لي اللثه نتاعي، يعني تعجبه بزاف، وانا ما استعملتهاش. كي خلصت لي كارياكس، انا كارياكس نستعملها غير التبييض مره على مره. كي خلصت لي كارياكس قلت نستعمل دينيفيت. دينيفيت نستعملها، قلت لكم كي خلصت لي دينيفيت استعملت، كي خلصت لي كارياكس عفوا استعملت دينيفيت، استعملتها سبحان الله، والله من اول استعمال غسلت بها مرتين على بنام، يعني الغسله الاولى والغسله الثانيه، والله روعه، هايله هايله هايله، تخلي وريحتها مليحه، وما فيهاش يعني هذيك مش حاره. بالنسبه لي عندهم حساسيه من الدونتي فريز، كي تكون من المعجون كيكون حار، والله تكون فيه ريحه قويه. كاينين اللي ما يحملوش ريحه تاع دونتي فريز، وما يحملوش الريحه تاع المعجون، وما يحملوش الحراره نتاعو. كاين المعجون اللي يكون حار كيما انا الزوج تاعي، ما يحملش المعجون كيكون حار وكيكون فيه الريحه، يعني يسبب له حساسيه، كانه يولي تستعملوا حساسية، ما يقدرش يستعملهم هذوك. صافي يستعمل دينيفيت، هي تساعده. دوك نشوف لكم الصنع تاعها وين. الصنع في ألمانيا، هذه كارياكس صنع في إسبانيا، هذه في ألمانيا. قلت لكم الصنع تاعها في ألمانيا هايلة هايلة، قلت لكم استعملتها من أول استعمال حسيت الفرق كبير، مع اني الحمد لله ما نعانيش من اصفرار الاسنان، اسنان تاعي بيضاء، لكن يعني كي قلت لكم ساعه ساعه وندير تبييض الاسنان، طبيعه الحال ساعه ساعه نبيضهم، تنظيف وحده والتبييض وحده، انا هكا ندير. هذيك دونتي فريس اللي نشري نغسل بها، وهذو نستعملهم للتبييض، ما نستعملهمش ديما ديما.
هذه قلت لكم خاصة بزوج تاعي يستعملها ديما، هو يستعملها طول حد من عنده، قلت لكم حساسية من أنواع الأخرين. تنحي اللي عنده اصفرار في الأسنان وصعب باش يتنحى، تغسلوا بها يوميا صباح وعشوة، صباح وعشوة غسلوا بها، ويا ربي يتنحى لكم هذاك اللون الأصفر. يعني قلت لكم راح ينقص بشكل يعني تخلصوا منه بإذن الله نهائيا. واللي يعانيهم من التهابات في اللثة، تلقاو تغيير في اللثة سواء احمرار أو اللون يولي داكن، اللون تاعها أحمر من اللون الأحمر إلى اللون الداكن يولي غامق اللون تاعها. هذاك دم فاسد في اللثة، فقط دم فاسد، وتكون مجرحة وهي اللي تسبب الرائحة في الفم. تغسلي بديفينيت دينيفيت عفوا دينيفيت، وكرري الغسيل صباح وعشوة صباح وعشوة حتى تبرأ اللثة تاعك نهائيا. رائعة والله، روعة روعة ما شاء الله، يعني واحد المعجون تحفة تحفة. قلت لكم غسلت بيه انا هذه الفترة، اللي نغسل بيه مرة على مرة، ندير بيه تبيض حتى نشري كارياكس تاعي. والسعر تاعها 30,000، السعر تاعها 30,000. وهذه هي، ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو. كل مره قلت نحط لكم فيديو قبل لا نرمي الباكين تاعها، ونفيدكم بهذا المعلومه. ان شاء الله اللي يعانيوا من الاصفرار او التهابات في اللثه بسرعه بسرعه، حتى اللي ما يعانيوش شريها حطيها، اللي هي غسلي بدونتيفريس تاعك العاديه اللي تستعملي، وهذه استعمليها للتبييض ثلاث مرات في الاسبوع، او تغسلي بها كل اسبوع غسلي بها ثلاث مرات ربعه، حطيها غير للتبييض. قلنا بالنسبة اللي ما عندهمش مشاكل في الأسنان، واللي عندهم مشاكل في الأسنان غسلي بها يوميا يا أختي حتى تهني من مشاكل في عوض. ثم تغسلي بها خير من تروحي للطبيب غير لعت عندك مشاكل أخرى في الأسنان تاعك، هذيك حاجة أخرى. بصح اللي عندهم إصفرار والانتفاخ في اللثة، بلا ما تروحي للطبيب استعملي دينيفيت، نتيجتها رائعة والله. ماشي زعما نحط في الفيديو نقول نحط فيديو صاي، لا استعملي دينيفيت والله ما تندموا عليها. واستغفر الله يا ربي، راني قلت ما زلت نحلف في الفيديوهات، وفي طبع هكا راح طبع فينا نهضروا ونقولوا والله، نهضروا ونقولوا والله، استغفر الله يا ربي. والمعلومه راهي صحيحه مي بالصحه، مش حابه نضل نحلف في الفيديوهات. قلت لكم هو طبع فينا هذا، كل كلمه نتكلموها نحلفوا فيها. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون تكونوا استفدتوا منه. وننصحكم بالابتعاد عن الوصفات الطبيعية، من الاحسن تستعملوا معجون يكون مليح كيما معجون دينيفيت او كارياكس. شوفوا الفيديو تاع كارياكس في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله، وإلى الملتقى. سلام.